نعم، ولكن الآن يعني في هذه الأثناء البوارج الحربية الإسرائيلية تقصف منطقة رأس العين في قضاء سور بالمدافع الثقيلة، يعني وهذه المرة الأولى، ليست يعني من المرات النادرة التي يعني تدخل البوارج الحربية الإسرائيلية لقصف المناطق اللبنانية في قضاء سور. البوارج يعني تتمركز بالقرب من الناقورة ويعني في عرض البحر وتقوم بقصف تلك المناطق. أيضا هناك غارة مسيرة على يعني غارة من مسيرة على سيارة بين كانت يعني بين تج... يعني تتنقل بين الحوش في سور وسهل بتولي. أيضا جدار الصوت يعني طيران الحرب الإسرائيلي وقبل دقائق من الآن يعني خرج الآن نسمع أصوات طائرات حربية في سماء مدينة صيدا على علو منخفض. كما كنت أقول، الطيران الحربي الإسرائيلي خرق جدار الصوت عدة مرات فوق يعني مدن جنوب لبنان، من صيدا على الساحل الجنوبي إلى منطقة الناقورة وصعودا مرجعيون سهل مرجعيون وقضاء النبطية. غارات كثيفة قام بها الطيران الحربي الإسرائيلي اليوم على البازورية، على حبوش، على زفتة، كفر تبنيت، تبنين، منطقة تبنين، ويعني هناك حي يعني يعتبر هو حي عائلة الرئيس نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني، قد دمر بأكمله بعد سلسلة غارات طالت يعني بالأمس واليوم طالت مدينة تبنين في قضاء النبطية. أيضا المدفعية الإسرائيلية لا تزال تقصف أطراف الخيام، أطراف بنت جبيل وعدد من البلدات يعني مثل أطراف رميش، كفر كيلر، وعلم الشعب وعيت الشعب، هي يعني الكرة المحاذية للشرويط الحدودي. أيضا قوات إسرائيلية توغلت إلى كفر كيلر وإلى ميس الجبل وإلى مارون الراس، وقامت بتفخيخ أحياء سكنية، قامت بتفجيرها بعد انسحاب هذه القوات الراجلة التي توغلت ليلة أمس، وقامت في ساعات الصباح يعني الباكر بتفجير هذه الأحياء. وهذه الاستراتيجية يتبعها الجيش الإسرائيلي خلال يعني الأسابيع الثلاثة الماضية، وهي يعني التوغل إلى داخل أحياء السكنية في القرى الحدودية، تفخيخ الأحياء بشكل كامل والانسحاب ثم تفجيرها بشكل كامل. وهذه تعتبر يعني الشارع اللبناني يعلم أن هذه الاستراتيجية هي تدمير ممنهج للبلدات الجنوبية خاصة الموازية للشريط الخط الأزرق. أيضا الطيران الحربي الإسرائيلي يحلق على علو منخفض فوق معظم بلدات الجنوب، والمسيرات تقوم الآن بعزل البلدات الجنوبية وتمنع يعني تنقل السيارات أو الدراجات النارية وحتى سيارات الإسعاف بين منطقة وأخرى. وأغارت أيضا طيران الحرب الإسرائيلي على مدخل مستشفى مرجعيون عند العاشرة صباحا من هذا اليوم. يعني هذه المجريات والأحداث الميدانية خلال الساعات القليلة الماضية. طيب، ومرة أخرى نؤكد على ما أوردته في بداية هذا المباشر محمد، بأن استهداف للمرة الأولى من البوارج الحربية الإسرائيلية لرأس العين في قضاء سور، وقصف عنيف كما تقول. نعم. وهي بالقرب نعم من يعني منذ أكثر من ساعة ويتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وماذا يعني ذلك محمد بحسب متابعتك نعم البوارج الميدانية الحربية من عرض البحر مقابل الناقورة تقوم بقصف؟ طيب، كنت أسألك محمد ماذا يعني ذلك وأنت تغطي هذه الأحداث منذ بدايتها، اللجوء اليوم إلى البوارج الحربية لقصف رأس العين في قضاء سور كما أوردت؟ يعني هو سلاح جديد يدخل لساحة القتال أو لهذه يعني الأحداث خلال التي بدأت يعني منذ أكثر من شهر حتى اليوم.